بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. النهاردة أنا حابة بس أتكلم على يعني ملحوظة أو يعني حاجة أنا شفتها في كتير من الطلاب، يعني كبار مش صغيرين، في النطق بتكون حاجة غلط. ولفت نظري برضو إن الكلام ده أثر برضو على الطلاب اللي في سنة رابعة. في درس عندنا في سنة رابعة بيتكلم عن الأرقام الكبيرة أو الأعداد الكبيرة، في حاجة كده في الصوتيات أثرت على الدرس كله، أصلا مخلي الطلاب كل الطلاب النطق غلط تماما، مجرد بس تركاية بسيطة خالص بتغير نطق تماما. مثلا أنا هبدأ بإكزامبل، مثال ملوش علاقة بالأرقام طبعا. لو عايزة حضرتك تنطق معايا الكلمة دي، يلا كده الناس اللي معايا لسه معايا تنطق كده. اكيد طبعا زي ما المعظم بيقول لك لايون، صح ولا لايون؟ لا، النطق غلط. انا عندي في الانجليش لما اشوف حرف الاو ورا حرف الان، حرف الاو سايلنت، الاو لا ينطق، او زي ما اقول لك كده كل وانت ماشي. تمام، انا بتكلم بالعاميه شويه، فانا باخد حرف الاي على ان على طول كده مفيش النطق هنا، بقول ايه لاين لاين، سامعني؟ او بقول هنا ايه لاين لاين يعني أسد. مثال تاني، مثلا يلا كده شطور، القرد. ايه معنى القرد؟ هتقول لي ايه؟ يلا الناس اللي بتقول لك ايه مونكي ولا مش عارف يقول ايه، بس لا، الاو سايلنت. ليه؟ علشان الاو وراها ان، نمشي على ان على طول كده كأني باكل الاو وانا ماشيه، بقول ايه مونكي 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 يعني قرد. طيب بعديها كده نفس يعني كلمة مشابهة كده، عايزة الناس اللي معايا تنطق كده وتركز. أولياء الأمور برضو يعني حاجات دي بتفيد يعني التأسيس عموما. عايزة كده النطق، يلا قول كده، ما تقوليش دونكي، حمار مش معناها دونكي خالص. أنا عندي بقول اللي بيقول دونكي فهو اللي دونكي، فاهم ازاي؟ فهي ما اسمهاش دونكي خالص، ما ايه دونكي دونكي دونكي. اوكي، اديك مثال تاني، الفلوس النقود اسمها ايه؟ ما تقوليش موني، احنا بنقولها ماني، صح ولا لا؟ ماني ماني، يمكن حضراتكم الكلمه الوحيده اللي ممكن الناس تكون تنطقها صح كلمه ماني. تمام، فانا بقول هنا ايه ماني من الام للان على طول، ماني، ما قلتش موني، بقول ماني ماني. الاولى تنطق او وراها ان، الاولى تنطق، بقول ماني ماني ماني، دونكي مونكي لايون. تمام، فدي المعلومه اللي انا حابه بس يعني لفتت نظري مش اكتر، والله هي لفتت نظري فعلا، فاللي هو انا شفت الكل نطق غريب، حتى يعني مسات في المدرسه وكده يقول مس بتقول كذا مس بتقول كذا، فاللي هو لا النطق كده غلط، فصححت للاولاد المعلومه دي في النطق. مثلا انا بتكلم، انا يعني جبت سيره الموضوع ده علشان خاطر الدرس كان بيتكلم عن الارقام. طب ايه علاقه الارقام؟ انا لما اقول لك مثلا مليون، مليون اسمها بالعربي مليون، لكن بالانجلش ما اسمهاش مليون خالص. معايا كده الكلمه، شوف معايا، بص معايا كده، قول لي كده مليون، لا لا خالص، بقولها مليون مليون مليون، اهي الاولى تنطق كده عشان وراها ان، مليون مليون يعني مليون، مليون يعني مليون. طيب المليار، قول كده معايا، عايزاك تقول وحديك انت، يلا كده انا سامعاكم. على فكره اسمه ايه؟ مين العبيط اللي بيقول بليون؟ لا ما اسمش بليون على فكره، اسمه بليون بليون، من الاي للان على طول، بليون الاولى تنطق، بليون بليون مليون مليون بليون مليون بليون، مليون يعني مليون، بليون يعني مليار، بليون يعني مليار، مليون يعني مليون، بليون يعني مليار. يعني لايون مونكي دونكي موني مليون بلن. انا موضوعي النهارده كان بيتكلم عن الارقام، فلفت نظري النطق بتاع الاو ان بس، علشان كده حبيتها يعني الموضوع من البدايه، فدي حاجه لفتت نظري يعني في الفونكس او صوتيات دي، يعني بس حابه معظم الناس تركز فيها. يعني انا لما اقول لك مثلا المليار
المليار بيساوي كم مليون؟ المليار بيساوي 1000 مليون، صح؟ المليار بيساوي 1000 مليون. انا عايزه الجمله دي بقى بالانجلش، اقول ايه؟ a billion. سامعني؟ قول a علشان طبعا ده مفرد، مش حوارنا ان هو ايه القلقه دي، علشان جاي اسم مفرد واروح حرف بادئ بيساوي انت حرف ساكن، فبقول a billion يعني مليار واحد. يساوي دي معناها is، بيساوي ايه؟ 1000 مليون، 1000 واحدة، فبقول a thousand. a thousand ايه؟ 1000 مليون. انا سامعاك اللي بتقولي مليون بالانجلش اسمها مليون، لا يا بابا اسمهاش مليون، اسمها million. million 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 يعني مليون. يبقى تاني a billion a billion، انا بتكلم علشان خاطر كل الحكاية على النطق ده. a billion is a thousand is a thousand million million. المليار بيساوي 1000 مليون. وده كان الدرس بتاع او الفكرة بتاعت الدرس النهاردة. طيب انا عايزة اتكلم مع بعض عن بعض الحاجات اللي انا ايه في الدرس عندي النهاردة. لو هنبص مع بعض هنا، عندي هنا بيقول لك ايه؟ a billion اللي هو المليار is a thousand million. a billion is a thousand million يعني المليار عبارة عن 1000 مليون. طيب لما اجي اتكلم النهاردة عن ال large numbers up to millions، 2 billions، large numbers up to billions. large numbers يعني الاعداد الكبيرة، up to billions الى او حتى المليارات. يبقى انا بتكلم عن الاعداد الكبيرة لحد ما نوصل للمليار. اول خانة عندي من الخانات لو انا بكتب عدد كبير بتقابلني خانة الاحاد. الاحاد معناها وانس، جاية من كلمة واحد، واحد يعني وان، لكن انا بقول الاحاد يبقى وانس الاحاد. العشرات جاية من كلمة عشرة، tens العشرات. المئات جاية من كلمة مية اللي هي hundreds. يبقى المئات معناها ايه؟ hundreds. طيب بعديها الالاف، thousand جاية من الف، thousands. طيب بعد خانة الالاف بتقابلني عشرات الالاف اللي هي ايه؟ ten thousands عشرات الالاف. طب مئات الالاف، hundred thousands. طب الملايين، انا عايزاكم انتوا اللي تنطقوا الكلمة دي. مين اللي ما فهمش ولا حرف اللي قال لي millions؟ سمعك على فكرة، اسمها millions الملايين. ten millions عشرات الملايين. طب مئات الملايين او مئات الاول، يبقى نقول مئات، عشرات الاول نقول عشرات. hundred millions مئات الملايين. طب المليارات، سمعك اللي بتقول بليون، سمعك انت ما استفدتش حاجه كده اصلا. billions معناها المليارات، تمام كده؟ اعتقد الكل فهم. تعالى كده مؤيد اقرا كده وريني، سمعني كده. once الاحاد، tens العشرات، hundreds المئات، thousands الآلاف، ten thousands عشرات الآلاف، hundred thousands مئات الآلاف، millions ten millions، hundred millions، billions. برافو، billions، تمام كده؟ يبقى أنا عندي الدرس العنوان بتاعه بيقول لي large numbers to billions، large numbers to up to to billions يعني الأعداد الكبيرة حتى المليارات. أوكي طيب، once أحد، tens عشرات، hundreds المئات، thousands الآلاف، ten thousands
عشرات الالاف، hundred thousands مئات الالاف، millions millions الملايين، ten millions عشرات الملايين، hundred millions مئات الملايين، billions المليارات. وعرفنا مع بعض البليون المليار is a thousand million. اوكي يا رب تكونوا فهمتوا حاجة بسيطة. الناس اللي فهمت يا ريت تعمل لي لايك وشير للفيديو، ودعوة حلوة كده ان شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.